في 9 مناسبات برتغالية. طبعا أبر المسابقة في هذه المسابقة في كل مكان إنما كنتم عبر المرمى. ميلاش كرينيار فرانشيس كوزن وأتلتيكو مدريد لوكاكو على ما بعد إدارة هناك ترى ما في شيء المساعد غلطان اللقطة رفع الرايل ماشي كامور هذا لو تارو بلمسة ممتازة لخسر في بورتو هذا دارميان عرضية موجودة دارميان في الجهة اليمنى يلعب الكرة العرضة هذا ديماركو الكرة العالية صح على رأسه لم فيها أي مهاجم على فكرة حراس المرمى في الجهة اليمنى العرضية الأرضية ويكو ديماركو في الجهة اليسرى لكن الكرة عالية خطيرة والكرة ماركو إلى هكان وحده أخطر كرة والخطأ وهنا محد سمير لو تارو في مصلحة الفريق البرتغالي ناحية حاول والكرة لا زالت لبورتو بدأ يحاول بورتو هذا ماركو منها رغم انه شوف السيطرة 3-6 خطرة نظرته حلوة كرة تلعب جيكو الايراني يقول هناك لمسة لكن ميلان والكرة في الجهة اليسرى زيدو سانوسي رغم انه سلوفيني وهنا يجي لاعب في الخلف والكرة على قدم الان يلعب الكرة العرضية الله يا عيني على الايراني الله على كرة السلام بلمسه بالكعب بلمسه مع سحب الكواني هذا فنان فنزلت كالينو في الجهه اليسرى يحاول الان يمرر في المساحه لكنها اطول من الجهه اليمنى محاوله موجوده والكره التي ماركو شوط اللقاء الاول على هذه الكره باستو وهنا دارميان المحاولة من تشيكو ديماركو عرضيات ديماركو لمصلحة الانتر تلعب الكرة العرضية هنا توغل الموجود والكرة العرضية سلام هنا تبدأ الخطورة موجود هذه التسديدة جهة اليمنى محاولة جواو ديني ديماركو في الجهة اليسرى خطير يكون على الإطلاق متسللا في برود حافظ لكن باريلا على هذه الكرة وهذه الإهانة في إيطاليا استغلال انه انا اوكينيو بيبي اوكينيو طارمي هدا اريد ايضا سؤال يعني بس ابى اوجه رسالة خارج نطاق المباراة ما الذي حدث في الكرة هذه الاولى إيدن ليس في حالة جيدة كرة نيجيري زيدو سانوسي أنا هنا يقول أنا هنا الأفضلية الألماني الآن هو مطار الإنتر لو هذا لوكاكو مختريان راح مختريان في الجهة اليسرى بداية باريلا إلى عرضية كرة عالية عجز الكل لا عال من خلال هذه العال تعال ما مشت لكن تعال ليسجل لمصلحة Oke teman-teman ya, hari ini ada lanjutan UCL ya, dimana tuan rumah Leipzig ya akan menjamu tamunya Manchester City teman-teman. Analisa dan prediksi saya teman-teman ya, meskipun Manchester City bermain di kandang Leipzig, tentunya di atas kertas Manchester City akan mampu memenangkan pertandingan ini ya, dimana Manchester City akan tetap mengandalkan Erling Haaland ya sebagai mesin gol Manchester City. Ambisi Manchester City untuk menjuarai Liga Champion untuk pertama kalinya pastinya akan menjadi semangat ya, karena Manchester City selalu gagal di semifinal dan final ya, mentok di final. Pastinya saya memprediksi bahwa Manchester City akan memenangkan pertandingan ini teman-teman ya. Ini adalah leg pertama yang berlangsung di markasnya Leipzig. Saya rasa Manchester City akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0 teman-teman. Itu prediksi dari saya pribadi teman-teman.
Sekian aja teman-teman kritik saya. Terima kasih.